تعالوا بقى يا حبايبي بعد ما شوفنا وفهمنا الجرامر نشوف يلا التمرينات اللي موجودة عندنا في page 16 صفحة 16. number 1 بيقولي on Saturdays عمر always a up at 7. طبعا هنا المهم جدا ان انا اعرف هو الزمن ده زمن ايه. طبعا الزمن ده زمن present simple يعني مضارع بسيط. لو سألتك ليه مضارع بسيط هتقول لي فيه ظرف من ظروف التكرار هو كلمة always. طيب طالما عرفت ان هو مضارع بسيط حبيبي فانا هروح دايما يا اما للمصدر اللي هو كلمة get يا اما للفعل اللي فيه اس هو كلمة get. طب يا ترى هاخد get ولا gets؟ هنا لازم ارجع للسبجكت الفعل بتاع اللي هو عمرو. عمرو ده مفرد حبيبي فهياخد gets يعني الفعل اللي فيه اس. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي حمدي اي درينك كوفي فور بريكفاست. طبعا هنا طالب مني نفي. طبعا لو بصيت هنا هلاقي الفعل بتاعي drink فعل في الانفينيتيف كيس في المصدر بدون اضافات. اذا ولا ينفع isn't ولا ينفع hasn't لان isn't بيجي وراها verb plus ing و hasn't بيجي وراها past participle تصريف تاني. يبقى لي don't و doesn't وهنا برضو لازم ارجع عليه السبجكت الفعل اللي هو حمدي مفرد فهاخد حبايبي doesn't. تعال نشوف نمبر 3 بيقول our school a at 3 o'clock every day. واللي مدرستنا ايه الساعة 3 كل يوم. برضه هقول لك ان في every day و every day من علامات ال present simple المضارع البسيط. فانا هروح لواحدة من الاثنين يا اما finish يا اما finishes. طب يا ترى هاخد دي ولا دي؟ هتقول لي برضه هرجع عليه السبجكت بتاعه هو our school ده اسم مفرد فبالتالي هقول finishes. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي she a sports car. طبعا هنا حبايبي مطلوب مني يا ترى ظرف التكرار بيجي قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ قلنا ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be اللي هو am و is و. فطبعا هنا بيقول لي never drive ولا drives never ولا drives ever ولا never drives. طبعا هبعد خالص عن drives و drives لان دي جايه قبل ظرف التكرار. طبعا يبقى لي never drive ولا never drives؟ هتقول لي never drives. طب ليه يا مستر never drives؟ هتقول لي لان she بيجي معاها verb plus s or es. طيب تعالوا نشوف حبايبي نمبر 5 بيقول لي how do you watch tv twice a week. طبعا هنا حبايبي الاجابه بتاعتي twice عدد مرات. وطبعا عارف ان انا بسال عن عدد المرات بكلمه how often. how often معناها كم عدد المرات. نمبر 6 بيقول لي my sister a polite and clever. طبعا برضو شكل ما قلنا ان ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be. verb to be لازم يجي قبل ظرف التكرار. طبعا هنا sister مفرد فبالتالي هقول is always. طب ليه ما خدتش does always؟ هتقول لي دي صفات والصفات دي قبلها verb to be. تعال نشوف يلا نمبر 7 بيقول لي they a football they prefer tennis. خلي بالك ان قال لي بعدها ان هم بيفضلوا التنس. اذا هنا ما ينفعش اقول هم بيحبوا كرة القدم، لازم اقول هم ما بيحبوش كرة القدم. طب يبقى عندنا doesn't او don't. طب اخد doesn't ولا don't؟ هتقول لي لا don't لان they بتاخد don't ما بتاخدش doesn't. تعال نشوف حبايبي يلا نمبر 8 بيقول لي ايه مريم listen to music. طبعا انا عايز اسال بهل لان هنا مي yes فعايز اقول هل مريم بتستمع للموسيقى؟ فالاجابه قال لي yes she does. خلي بالك الهيلبنج فيرب هنا does فبالتالي هنا هسال برضو ب does. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي ايتن اند وفاء always English stories in the evening. ايتن وفاء دايما بيعملوا ايه في قصص الانجليزي في المساء. طبعا هنا الافعال في اشكال مختلفه بس هتقول لي في always و always دي من علامات البريزنت سمبل المضارع البسيط. فانا عندي reads يا read اي واحده من الاثنين. طبعا عشان اخد واحده من الاثنين لازم ارجع للفعل بتاع اللي هو ايتن وفاء على ايه بلورال ناون اسم جمع فبالتالي ياخد read المصدر. هنشوف نمبر 10 بيقول I share my toys with my sister I like doing that. خلي بالك بقى انا بحب فعل كده يبقى ما ينفعش اجيب هنا منفي لازم اجيب مثبت. انا بحب اشارك الالعاب بتاعتي مع اختي فبالتالي هقول I always. ما ينفعش never ولا don't. هقول لك لا لان بقول انا بحب فعل ذلك. طب once مش معقول اكيد طبعا ان دي مره واحده. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني بيقول my brother usually help me with my school work. طبعا هنا مهم جدا ان انا اعرف ان كلمه help فعل في المصدر بدون اضافات. طب ايه الغلط فيه؟ هتقول لي my brother ده اسم مفرد كلام مضارع بسيط ومع المفرد دايما بجيب verb plus s فبالتالي هقول helps. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي on Fridays we always spend the day out. يعني بيقول لي يوم الجمعة بيقول لي ان احنا ما بنذاكرش احنا دايما بنقضي اليوم بره. طبعا هنا حبايبي عايز انفي في المضارع البسيط لاني بتكلم عن عادات. طيب اذا هنفي ب don't او doesn't هتقول لي we بتاخد don't فبالتالي هقول we don't
study يبقى النافي هنا هيكون حبيبي بكلمة don't، و study طبعا شكل نهية. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لعمر ايه late for school. طبعا ايه الغلط هنا؟ هتقول لي ان ظرف التكرار بيجي بعد verb to be، ما ينفعش يجي قبله، فبالتالي هقول is وبعد كده حبيبي هقول never، فبالتالي هقول is never. تعال نشوف نمبر 4 بيقول I always eat drinking milk for breakfast. قلنا always من علامات ال present simple، فبالتالي الفعل بتاعي لازم يكون بدون اضافات او في اس. طيب drinking ما تنفعش، هتقولي لا طبعا. طيب عشان برضو اجيب مصدر او فعل في اس لازم ارجع للسبجكت بتاعي هو اي. طب اي تاخد مصدر ولا فعل في اس؟ هتقولي لا اي بتاخد مصدر، فبالتالي حبيبي لازم اقول drink. تعال نشوف نمبر 5 بيقول it doesn't rains in summer. طبعا حبيبي طالما نفينا ب doesn't لازم ارجع الفعل ده لمصدره، فبالتالي هقول it doesn't rain. تاني it doesn't rain. تعال نشوف يلا التمرينات اللي page 19 صفحة 19. نمبر 1 بيقول لي when in Niger's last birthday. طبعا حبيبي لو انا بصيت للسؤال ده مش هلاقي فيه فعل اصلا. طيب طالما ما فيش فعل اذا ما ينفعش اجيب did ولا do ولا does. ليه يا مستر؟ لان عشان اجيب فعل مساعد do او does او did لازم يكون معاه مصدر الفعل، وطالما الجملة ما فيهاش فعل فبالتالي الفعل بتاعي هيبقى verb to be، عشان كده هقول when was. نمبر 2 بيقول لي ايه you go to the museum last week. طبعا last week حبيبي من علامات الماضي، ولاحظ هنا ان الفعل بتاعي في المصدر يبقى لازم اسال على طول ب did. طب ليه ما ينفعش where ولا are؟ هقول له لان where و are لو جه وراهم verb يبقى ing. طب do ما تنفعش ليه؟ هتقول لي عشان last week من علامات الماضي. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي do you do in your free time. طبعا هنا عايز اقول ماذا تفعل في وقت فراغك، فبالتالي هقول what. نمبر 4 بيقول لي you always listen to music on your mobile. طبعا عايز اقول هل انت دايما بتستمع للموسيقى على الموبايل بتاعك؟ طبعا هنا لازم اركز ان الفعل بتاعي ده في المصدر، طالما الفعل بتاعي في المصدر اذا ما ينفعش ابدا اجيب have. ليه؟ لان have بيجي وراها تصريف تالت و are بيجي وراها verb plus ing. بقى لي do does، وعشان اخد do does لازم ارجع لي السبجكت الفعل بتاعي. طب الفعل بتاعي هنا مين؟ هتقول لي يو. طب يو بيجي معاها مين؟ هتقول لي دو. تعال نشوف نمبر 5 بيقول is this books. طبعا هنا عايز اسال يا ترى how many is this books. طبعا how many بيجي وراها اسم جمع وبتسال عن عدد. how heavy يعني ما وزن، ولا how fast ما سرعه، مش معقول هسال طبعا عن سرعه الصندوق. how far يعني ما بعد المسافه، اذا هقول how heavy يعني ما وزن الصندوق. تعال نشوف نمبر 6 بيقول ايه I watch my favorite TV show. I watch my favorite TV show. طبعا برضو هنا لازم اركز في الفعل بتاعي، الفعل بتاعي هنا في المصدر حبيبي اذا ما ينفعش ولا am ولا was ولا have، لان am was بيجي معاها verb ing، وعندنا have بيجي وراها past participle. ابقى لي بس حبيبي كان، لان الافعال الناقصه دايما شكل ما قلنا بيجي وراها مصدر الفعل. تعالوا نشوف يلا نمبر 7 بيقول لي is he a tennis. no he isn't. طبعا مهم جدا حبايبي ان انا اعرف ان الفعل دايما اللي بيجي بعد is او are او am او verb to be بيكون حاجه من الاثنين، يا اما ing في المعلوم يا اما تصريف ثالث في المجهول. طبعا هنا الجمله معلوم، فبالتالي هقول هل انت بتلعب؟ يبقى اذا is he playing. طيب هل هو بيلعب؟ is he playing tennis. هنشوف نمبر 8 بيقول لي how he go to work. طبعا مهم جدا ان انا اكون عارف شكل ما قلنا تركيب السؤال، فلما اسال بهاو اداه استفهام هلاقي وراها فعل مساعد. طيب يا ترى ذي هتنفع؟ هتقول لي غلط طبعا. طب ذي هنا هتنفع؟ لا طبعا، انا عايز فعل مساعد يبقى اذا دو او ار. طب يا ترى هجيب دو ولا ار؟ هتقول لي لا دو. طب ليه؟ هتقول لي لان الفعل ده في المصدر. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي ايه توت يو تو رايد ا بايك. ايه توت يو تو رايد ا بايك؟ طبعا جد هنا الفعل على طول، فانا عايز اسال اقول مين اللي علمك تركب دراجه، فبالتالي هقول هو. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي هاز يور فادر ايه ا كمبيوتر. طبعا عايز اقول هل باباك عنده كمبيوتر؟ انا عارف ان هاز وهاف الفعل اللي بيجي وراها لازم يكون past participle تصريف ثالث، فبالتالي هقول هاز يور فادر جوت. تعال نشوف يلا السؤال الثاني تصحيح الاخطاء بيقول لي وين دو هي يوجوالي ارايف. طبعا مهم جدا ان انا اكون عارف ان هي بيجي معاها داز، بتاخد داز ما بتاخدش دو، فبالتالي هقول وين داز هي. يبقى اذا لما اقول لي جبت داز اقول له عشان هي، لما دو بتيجي مع اي وي وذي ويو والاسم الجمع. تعال نشوف نمبر 2 بيقول واي اي واي بي يو لافينج. بي ده حبايبي يعني فيرب تو بي، يعني ام او از او ار او واز او ار. طبعا هنا هقول واي ار يو لافينج، طبعا يو بتاخد ار. طبعا هنا مش محدد لي زمن، ممكن اقول تو وير برضه عادي،
هنشوف نمبر 3 بيقول لي did your sister a to the market last week. مهم جدا ان انا اكون عارف ان لما اجيب اي verb to do في السؤال الفعل معاه دايما في المصدر، فبالتالي لازم اقول هنا go. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي who does Kareem come to school. قال لي باي باص. هنا مهم جدا ان انا اعرف الاجابه. الاجابه هنا بايه يا حبايبي؟ بوسيله. طالما الاجابه بوسيله يبقى اذا لازم اسال بكلمه هاو، لان هاو حبايبي هي اللي بتسال عن الوسيله. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي what was you doing all day yesterday. طبعا هنا السؤال ماضي مستمر، بس المهم يا ترى يو بتاخد was؟ هتقول لي لا طبعا يو بتاخد where، فبالتالي هقول what were you doing. طب يا مستر ما اقولش did؟ هتقول لي لا طبعا، لان did بيجي معها مصدر، انما was where هي اللي بيجي وراها verb ing في زمن الماضي المستمر. تعالوا نشوف حبايبي يلا المحادثه اللي معانا في صفحه 20. طبعا قلنا مهم جدا ان انا اقرا راس السؤال كويس واقرا المحادثه كلها كويس الاول عشان اعرف المحادثه بتتكلم عن ايه، وبعد كده ابدا احل حبايبي المحادثه بتاعتي. واللي منى is asking Rehan about her daily routine. من عرفت من راس السؤال ان هي بتسالها عن الروتين اليومي بتاعها، فمنى بتقول لها where do you live؟ اوعى تجاوب الا لما تكمل. فردت عليها فسالتها سؤال قالت لها I live with my family، عايشه مع اسرتي. فبتقول لها do you usually have dinner with your family؟ يعني هل انت بتتناولي العشاء مع اسرتك؟ فردت عليها فقالت لها how often do you do exercise؟ بتتمرني كل قد ايه؟ فردت عليها فسالتها سؤال قالت لها I like to go to parks on holiday، بحب اروح الحدائق في الاجازه. اذا هلاقي ان هو ما ادانيش هنا اي معلومه عن المكان اللي هي بتعيش فيه، فاذا لو جبت اي مكان عادي جدا، لكن لو قريت للاخر ولقيته ان اداني معلومه عن المكان يبقى لازم على طول اجيب المكان. طالما ما ادانيش قول اي مكان. فاذا هنا مثلا هتقول لها I، طبعا شلت where وشلت do وبحولها ل I واقول I live in Cairo، يعني انا اعيش في القاهرة. فبتقول لها I live with my family، أنا عايشة مع أسرتي. خلي بالك إن أنا هنا هسأل عن الأسرة. طيب الأسرة هنا فاعل ولا مفعول؟ هتقولي لا مفعول، فبالتالي هسأل عنها عادي جدا بهو. بس بعد ما أجيب هو أداة الاستفهام لازم أروح أجيب الفعل المساعد. طيب فين الفعل المساعد هنا؟ هتقولي مش موجود. أروح للفعل الأساسي live في المصدر بدون إضافات، فبالتالي هقول do. قلت لما الاقي الفعل في المصدر اجيب دو، لما الاقي الفعل في اس اجيب داز، لما الاقي الفعل في الماضي اجيب ديل. فاذا هقول هو دو. اروح اجيب الفعل بتاعي اللي هو اي احوله ليو يبقى هو دو يو، واجيب الفعل في المصدر عادي جدا يبقى هو دو يو ليف، واجيب كلمه ويز. طبعا ممكن سؤال تاني اقول ويز هوم دو يو ليف، يعني مع مين انت بتعيش. فمنى بتقول لها do you usually have dinner with your family، يعني هل انت بتتناولي العشاء مع اسرتك؟ طبعا هنا هقول لها yes، واطلع بدل طبعا وبتتحول ل I، فبالتالي هقول yes I do. هنشوف منى بتقول لها how often do you exercise. How often do you do exercise، يعني انت بتتمرني كل قد ايه؟ قلت طبعا حبايبي how often بتسال عن عدد المرات، فعادي بقى ممكن اقول once a week twice a week three times a week، لان انا عارف ان الاجابه على how often بتبقى بعدد مرات. فمثلا هقول twice يعني مرتين a week، يعني مرتين حبايبي في الاسبوع. فمنى بتسالها سؤال قالت لها I like to go to the parks on holiday. طبعا هنا المفروض ان هي عايزه تسالها وتقول لها بتحب تروحي فين في الاجازه. اين دي يعني ايه حبيبي؟ هتقول لي ويب. انا كده جبت اداه الاستفهام، وبعدين هدور على الفعل المساعد. اكيد هنا لايك فعل في المصدر، فبالتالي هجيب دو. يبقى اذا هقول وير دو. اي هتتحول ليو، ولايك طبعا فعل في المصدر شكل ما هو، يبقى هقول وير دو يو لايك تو جو، يعني اين تحبي ان تذهبي. خلاص واقول اون هوليداي، يعني يوم هوليداي يعني في الاجازه، وبعدين احط الكويستشن مارك بتاعتي. يبقى اين تحبي ان تذهبي في الاجازه؟ قالت لها انا بحب اروح الحدائق في الاجازه. تعالوا يلا حبايبي نشوف التدريبات اللي على الدرس الاولاني والثاني، وطبعا بيبتديها بسؤال الاثنين. المفروض في البدايه ان انا بقرا الاسئله كويس جدا قبل ما اسمع عشان يبقى سهل عليا وانا بسمع ان انا احدد اختياراتي. طبعا هنا الكلام عن وليد بيقول لي وليد is my best friend he is very active، active حبايبي يعني نشيط.
He usually gets up at 6 o'clock. بيصحى دايما الساعة 6. He gets dressed. بيلبس. And he goes to school with his twin brother. إذا هو عنده أخ توأم. They have breakfast at school. بيتناول الفطار في المدرسة. Waleed likes English. And he is very good at it. بيحب الإنجليزي كويس جدا فيه. His brother likes Arabic. لكن أخوه بيحب العربي. تعالوا حبيبي بقى نشوف الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي وليد gets up at A in the morning. طبعا at 6 شكل ما سمعنا. بيقول لي وليد has breakfast at. قلنا at school يعني في المدرسة. اللي بعدها بيقول لي وليد has a brothers. طبعا هنا لي أخ توأم. فبالتالي هقول has one brother. يعني عنده أخ واحد. وليد is good at وكويس فين؟ قلنا كويس في الانجليش لكن أخوه هو اللي كويس في العربي يعني في اللغة العربية. تعالوا حبيبي يلا نشوف المحادثة اللي معانا وشكل ما قلنا لازم نقرأ المحادثة برأس سؤال كويس جدا الأول وبعد كده نبدأ نحل. بيقول لي زينب and Aisha are discussing their daily routine. بيقول لي زينب وعيشة بيناقشوا الروتين اليومي بتاعهم. فزينب بتقول لها هاي عيشة What time do you usually get up in the morning? بتصحى الساعة كم في الصباح؟ قالت لها I get up at 7 o'clock. What about you زينب؟ طب وانت يا زينب؟ فزينب ردت عليها. قالت لها I like to get up very early. أنا بحب أصحى بدري. فقالت لها How do you get to school? عيشة بتقول لها بتروح المدرسة ازاي؟ فردت عليها It's just a short walk. From our house مهم جدا بقى بتقول لها ده يدوب فترة مشي بسيطة من البيت فقالت لها oh that's nice سألتها سؤال قالت لها I live in a flat أنا بعيش في شقة فسألتها سؤال قالت لها I live with my parents and my little sister what about you طب وانتي فردت عليها تعال بقى نرجع تاني بتقول لها hi Aisha what time do you usually get up in the morning قالت لها أنا بصحى الساعة 7 what about you زينب طبعا طالما قلت لها I like to get up very early مبكرا جدا فانا هجيب بدري عن الساعة 7 هتقول لها مثلا الساعة 6 هتقول لها I get up at 6 يعني انا بصحى الساعة 6 I like to get up very early يعني مبكرا جدا فقلت لها How do you get to school طالما قلت لها ده هي مسافة مشي بسيطة فأكيد هتقول لها On foot أو قلت لها I walk to school I walk to school يعني أنا بمشي المدرسة ممكن طبعا الإجابة الثانية On foot On foot يعني سيرا على الأقدام فقلت لها Oh that's nice قالت لها I live in a flat فأكيد هتقول لها أين تعيشي طبعا هتقول لها Where Where دي أداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد ولف المصدر فهجيب do وبعدين I الفعل هتتحول لي وبعدين اجيب الفعل بتاعي اللي في المصدر يبقى where do you live فبتقول لها I live in a flat نفس السؤال اللي احنا لسه قايلينه بقى يا ترى انت بتعيشي مع مين طبعا هقول هو طبعا هنا انا بسأل عن الناس اللي بتعيش معاها هسأل بهو واجيب do طبعا لان الفعل بتاعي في المصدر I هتتحول ليو فهقول who do you live ارجع الفعل بتاعي هو كده كده في المصدر with يعني انت عايشة مع مين فقالت لها I live with my parents and my little sister. What about you? What about you? سؤال بستخدمه عشان ما قررش سؤال حد قاله لي. هتقول لها What about you? أكيد هتقول لها I live with my family. I live with my family يعني أنا أعيش مع أسرتي. I live with my family يعني أنا أعيش مع أسرتي. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال. اللي بعده سؤال اختياري بيقول on the weekends في عطلات نهاية الأسبوع I go to the fun fair بروح الملاهي with my cousins and we eat a lot of fun طبعا قلنا يستمتع اسمها have هقول have a lot of fun تعال نشوف number 2 بيقول yesterday I ate time drawing a picture for my friend يعني مبارح أنا إيه الوقت برسم صورة لصديقي طبعا يا ترى began بدأت الوقت ولا قضيت الوقت ولا تركت الوقت ولا شربت الوقت أكيد spent يعني قضيت الوقت في رسم صورة لصديق number 3 بقول at break يعني في وقت الفسحة I have some sandwiches and talk with my friends طبعا بتكلم مع أصدقائي طبعا يتحدث معي إما talk with إما talk to إذن هقول talk to my friends number 4 بقول I used
أنا I used to get up late. اعتدت إن أنا أصحى متأخر when I was young لما كنت صغير. But now I get up إيه؟ لكن دلوقتي أنا بصحى إيه؟ طالما كنت متعود إن أنا أصحى متأخر يبقى أكيد دلوقتي بصحى بدري، فعشان كده لازم أقول early. Number five, we ate the bus to get to the museum yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي. جميل، طب ما هو كله في الماضي مثلا، يبقى إذا لازم أشوف الفعل اللي يمشي مع the bus. طبعا أكيد خدنا الأتوبيس اسمها we took the bus. We took the bus to get to the museum yesterday. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 23. بيقول لي the color of your shirt، يعني اللون بتاع القميص بتاعك is different in mine. طبعا احنا قلنا different بتاخد حرف انجر، يا اما from يا اما to. طبعا اللي مدهاني هنا from يعني مختلف عن بتاعي. نمبر 7 بيقول لي the knot of flats has many floors and I live on the fifth floor. بيقول لي الاي السكنية فيها طوابق كتير وانا عايش في الطابق الخامس. خلي بالك من حرف الجر اللي جاي مع الطابق اللي هو ان. طبعا قلنا عمارة سكنية اسمها بلوك اوف فلات. هنشوف نمبر 8 بيقول لي حبيبة لايكس نمبرز سو ماتش، بتحب الارقام جدا. شي جيتس هاي ماركس ان ذا ماث اكزامز. طالما بتحب الارقام جدا يبقى اكيد دايما بتجيب درجات كويسة في امتحانات الرياضة، يبقى always ما ينفعش نفي ابدا هنا. طب تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي does he eat music. طبعا طالما جبت does يبقى لازم ارجع فعل لمصدره، فاذا هقول listen. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي how will they eat their garden grow faster. طبعا حبايبي طالما جبت will قلنا الافعال الناقصه كلها بيجي وراها مصدر، فبالتالي لازم اقول make. يبقى how will they make their garden grow faster، ازاي يخلوا الحديقه تنمو اسرع. طب تعالى نشوف يلا الاخطاء. بيقول لي he never come to school late. قلت حبايبي never ما بتاثرش على الفعل، هي نفي بس ما بتاثرش على الفعل، الفعل بيخليه في شكله. طيب ما هي كام اهي، هتقول لي بس دي هي وهي ما بيجيش معاها مصدر، هي بيجي معاها اس، فبالتالي هقول he never comes. تعالى نشوف نمبر 2 بيقول لي my sister don't help in the kitchen. حبايبي انا عارف ان الاسماء المفرد بتاخد doesn't ما بتاخدش don't. تعالى نشوف نمبر 3 بيقول لي we visit grandma's house on Sundays. طبعا حبايبي انا عارف ان وي بيجي معها مصدر ما بيجيش معها فعل في اس، فبالتالي هقول وي فيزيت. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي هاو اولويز ميكس ديليشس فود الي ماي مام. طبعا لو شفت الاجابه هنا هلاقيها الاجابه باسم عاقل، فبالتالي هسال بكلمه هو، وهو معناها من. تعال نشوف الباراجراف بتاعي بيتكلم عن ايه. بيقول لي بيتكلم عن يور ديلي روتين. Your daily routine يعني الروتين اليومي بتاعك. وطالما يا حبايبي الروتين اليومي بتاعك، الروتين دايما انا عارف ان انا بتكلم في ال present simple يعني في المضارع البسيط، معناها ان انا هتكلم دايما في المضارع البسيط، ما ينفعش اتكلم عن اي حاجة هنا تانية. ليه؟ لان هو بيتكلم لي عن ال daily routine، والروتين دايما بتكلم عنه في المضارع البسيط. ومعنى نقول your daily routine معناها بتتكلم من اول ما تصحى من النوم لغاية ما تنام، بتكلم عن الاحداث اليومية اللي بتحصل في حياتك كل يوم. طبعا حبيبي انا قلت قراية الدروس مهمة جدا، لان هي بتعلمني ازاي اكتب الباراجراف وازاي اخد الباراجراف او افكار الباراجراف اللي انا هكتب عنه. يعني شكل ما شفنا في الدروس قبل كده بقول ان انا اسمي كذا، يعني my. خلي بالك دايما بسيب فراغ كده في الاول وبعد كده ببدأ بحرف كابيتال، اقول my name is ودي اسمي خلاص. وبعدين بقول بقى ان انا عندي روتين يومي كل يوم، بمعنى شكل ما شفنا كده هقول my daily routine is the same every day. وبعدين ابدا بقى اسرد احداث اليوم من اول ما اصحى لغايه ما انام. يعني بدايتها هقول I get up at، لاحظ بقى علامات الترقيم، يعني بعد ما خلصت جمله حطيت الفلسطوب بتاعتي بدات بكابيتال لتر تاني، هقول I get up at 7 o'clock. بصحى الساعه 7. I have breakfast، يعني
بتناول الفطار with my family، مع أسرتي. I go to school at، وأقول الساعة بتاعتي، وأبدأ بقى أسرد الأحداث كده لغاية ما أخلص الباراجراف بتاعي. تعالوا نشوف بسرعة على آخر سؤال، وده أسئلة بيبقى فيها تحدي بيجيبها لي عشان يشوف أنت فاهم ولا لأ. The people usually work on Fridays. طبعا عارف ان الناس ما بتشتغلش عادة يوم الجمعة. شكل ما قلنا قبل كده حبيبي، الفعل هنا في المصدر مستحيل haven't ومستحيل aren't يا مستر، عشان دول بيجوا وراهم افعال في اشكال مختلفة. بقى لي don't و doesn't. مهم جدا بقى الفعل بتاعي ده people، و people معناها ناس، والناس دول جمع، فبالتالي هقول don't. Number two بيقول لي which subjects، خلي بالك ان الاسم هنا جمع. ايه he interested in؟ مهم جدا حبيبي بقى، يا ترى في هنا فعل بعد الفعل بتاعي؟ هتقولي لا، لان interested دي صفه. طيب والصفات اللي بيجي قبلها verb to be، اللي جاب لها verb to have ولا has، فبالتالي لازم اختار يا is يا are. طبعا هي بتاخد is، يبقى which subjects is he interested in. تعال نشوف number 2 بيقولي why do you sad. طيب ليه do غلط؟ ما هي do بتاخد do، هتقولي بس دي sad وsad دي صفه ما هيش فعل، فبالتالي هقول why are you sad. لازم اجيب verb to be قبل الصفة. هنشوف number 2 بيقول every day everyone and my family eating breakfast early. بقول كل يوم كل واحد في اسرتي بياكل الفطار بدري. في حاجتين بقى هنا حبيبي مهمين جدا. اول حاجة انا عندي الزمن ده present simple، مضارع بسيط عشان every day. تاني حاجة ان everyone ده indefinite pronoun، يعني ضمير غير معرف. كل الضمائر الغير معرفة بتعامل مع عامة المفرد، فما ينفعش اقول eat، لا لازم اقول eats، فبالتالي هقول everyone in my family eats breakfast early. Thank you very much for watching. ما تنساش اللايك بتاعك، الشير، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة عشان يجيلك كل التنبيهات في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا الحلقة الجاية ان شاء الله مع حل الدرس الثالث والرابع. Goodbye. سلام عليكم.